السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعتنا الإخبارية المستمرة بشأن العدوان على قطاع غزة. نناقش هذا اليوم استمرار مجازر الاحتلال ضد المدنيين في غزة، وأيضا نناقش التحول الدولي نحو ضرورة إقامة دولة للفلسطينيين. سيكون معنا في هذه التغطية عبر سكايب من اسطنبول المتخصص في الشأن الفلسطيني صلاح الدين العواودة، وعبر سكايب من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني أحمد الكومي، وعبر سكايب ننتظر من القدس أستاذ الاقتصاد في الجامعة العربية الأمريكية الدكتور نصر عبد الكريم. أهلا ومرحبا بضيوفنا، وأهلا وسهلا بمشاهدينا الكرام. مشاهدينا ضيوفنا، سنذهب إلى فاصل قصير ولنا عودة بإذن الله. نجدد التحية والترحاب بكم مشاهدينا الكرام ضيوفنا. أبدأ معكم أستاذ صلاح الدين، في اليوم الثامن بعد المئة من الحرب على قطاع غزة، ولكن يعني خان يونس يشهد قصفا مكثفا من قبل قوات الاحتلال. هذا القصف أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى. إذا استمرار الاحتلال أو الاحتلال مستمر في جرائمه ضد المدنيين رغم كل هذه الضغوط الدولية. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لكم ومساء المشاهدين. حياك الله سيدي الكريم. يعني بالتأكيد الاحتلال مستمر، بالنسبة له خان يونس ما زالت الحرب في بدايتها، وهو يخوض معارك شرسة مع المقاومة، وتواجهه مقاومة حقيقية صلبة على الأرض توقع فيه خسائر ويصعب عليه التقدم. وإذا قيست بالمساحة الجغرافية فهي المساحة التي يخوض فيها القتال في خان يونس وبكثافة غير مسبوقة هي أقل بكثير من المساحة التي كان فيها في شمال قطاع غزة، وهذا يزيد من الإحباط والحنق لدى قادة الجيش والمنظومة الأمنية الصهيونية، ويتبدى هذا في حجم القصف والإجرام ضد المدنيين. يعني استهداف المدنيين بشكل مباشر، استهداف البيوت، تكثيف القصف، رغم أن الاحتلال تحدث عن مرحلة ثالثة من الحرب يتم فيها تخفيف قصف المدنيين، ولكن الصعوبات التي يواجهها على الأرض، صعوبة المقاومة وبسالتها، تدفعه إلى تفريغ كبته وإحباطه في المدنيين. في ظل أيضا الحديث عن مبادرات للخروج من الحرب والخروج من الأزمة، ربما يحاول الاحتلال كسب الوقت والضغط بأكبر ما لديه من قوة على المقاومة وعلى السكان تحديدا للضغط على المقاومة. دكتور نصر عبد الكريم، أجدد الترحيب بكم، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العربية الأمريكية. دكتور نصر، في الشأن الاقتصادي الضغوط على رئيس الوزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، سواء كانت هذه الضغوط سياسية أم شعبية، ولكنها تتصاعد. ولكن هنا أود سؤالكم، يعني ما أثر الحرب على الوضع الاقتصادي للاحتلال؟ هل لها دور في الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو دكتور؟ هو لا شك بأن الاقتصاد الإسرائيلي تعرض لتصدعات وهزات كبيرة وتحمل أضرار يعني قد تبلغ 50 مليار دولار إذا ما استمر العدوان خلال عام 2024 حسب التقديرات الأولية. وحتى الآن كلف العدوان على غزة الاقتصاد الإسرائيلي ما يقرب من 30 مليار دولار، وهذا انعكس في موازنة الاحتلال اللي تم فتحها من جديد، موازنة 2024، وإضافة حوالي 20 مليار دولار للنفقات لمواجهة تحديات العدوان على غزة. ولذلك هناك تداعيات كبيرة، لكن السؤال أنه هل الآليات بلغت بالكم الكافي والكبير اللي تجعل هذا العامل هو عامل مهم في معادلة القرار
استمرار العدوان من عدمه وتغيير مواقف الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، أنا أظن حتى الآن لا، لا يوجد هناك أصوات عالية، لا يوجد هناك مرات واضحة، لا يوجد احتجاجات شعبية لا من أصحاب الأعمال ولا من العمال ولا من المتضررين، لأنه ببساطة الحكومة الإسرائيلية تعوضهم، يعني بمعنى تلبي احتياجاتهم، وبالتالي على الأقل هذا عامل، والعامل الآخر في تجيش عالي في داخل المجتمع الإسرائيلي ومبني حول الانتقام والثائر، ومبني على أنه هذه المعركة وكأنه نتنياهو أفهمها أنها معركة وجودية، وأنه الجميع ملتف حوالين هذا الجيش وحوالين العدوان والأمن، وبالتالي لا يوجد هناك احتجاجات كافية على طرد الأوضاع الاقتصادية. ربما لاحقا إذا يعني تطور العدوان واتسع وطال أمده، ربما يكون الأضرار كبيرة لدرجة يصعب حتى معالجتها، وبالتالي عندها ستسمع من أصحاب الأعمال، من أصحاب المصانع، من المزارعين، من أقطاب الاقتصاد في إسرائيل هذا الصوت العالي. بس حتى الآن لا، الاقتصاد ليس عامل حاسم كما العوامل الأخرى الأيديولوجية والسياسية. أستاذ أحمد الكومي، بحسب وزيرة الخارجية الفنلندية فإن المساعدات لا تصل إلى غزة ولا شيء جديد إلا قتل المدنيين، هذا يعطي إشارة إلى أن هناك ربما تحولا في المواقف الدولية تجاه العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية. لا يمكن أن نعتبره تحول، يعني في المواقف الغربية خاصة من دول الاتحاد الأوروبي التي تصنف حماس ومقاومة شعبنا بأنها حركة إرهابية، وإذا كان هناك تحول فهل يمكن، يعني هل يعقل أن يكون هذا التحول بعد أكثر من 100 يوم من المجازر وحرب الإبادة التي ترتكبها بحق شعبنا الفلسطيني؟ يعني باعتقاد أن واحدة من أهم ما كشفت عنه معركة طوفان الأقصى، كشفت يعني زيف وزجية المعايير الغربية وفضح كل معاني أو الاعتبارات والمفاهيم التي يرفعها الغرب فيما يتعلق بحقوق الإنسان وكل ما إلى ذلك. ولذلك يعني لا، إسرائيل ما زالت تستخدم التجويع كسلاح في هذه المعركة، التجويع ومخطط التهجير وكل ما إلى ذلك. ولذلك المواقف الغربية هي لم تكن يعني متواطئة، فهي عملية مشاركة في صمتها على حرب الإبادة التي تفرضها إسرائيل على شعبنا في غزة. أستاذ صلاح الدين، مدن غزة، جباليا، المغازي، خان يونس تشهد اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ولكن هل هناك من أثر على صمود على حكومة الحرب والشارع في الكيان المحتل؟ هذا الصمود الأسطوري الذي سطرته المقاومة الفلسطينية، هل سيؤثر على الشارع، شارع الكيان الإسرائيلي؟ بالتأكيد هو يؤثر. هناك حالة إحباط شديدة إضافة إلى حالة الانقسام التي يعاني منها الشارع الصهيوني، وهناك أصوات تتعالى لوقف الحرب وضرورة عقد صفقة مع المقاومة لتحرير الأسرى لديها، وهم مقتنعون، وهناك يعني قطاع واسع من المجتمع الصهيوني ومن النخب المقتنعون تماما بأنه بدون صفقة مع المقاومة لا يمكن تحرير الأسرى لديها. الأزمة التي يواجهها هؤلاء جميعا سواء الحكومة أو المعارضة هي أن المقاومة لا تريد عقد صفقة إلا بانتهاء الحرب، وانتهاء الحرب بالنسبة لهم جميعا هي هزيمة، وهزيمة غير مسبوقة. لذلك هي أزمة، يعني لا يريدون تحرير الرهائن من جهة، لكن لا يريدون وقف الحرب من جهة أخرى، وبالتالي تشتد الأزمة وتشتد الاحتجاجات. بالنسبة لأهالي الأسرى لدى المقاومة طبعا يدفعون، ومؤيدوهم يدفعون باتجاه صفقة حتى لو كان الثمن وقف الحرب، ومن ناحيتهم يقولون أن الهزيمة أصلا تحققت، ومنذ 7 من أكتوبر تحققت، والفشل بعد أكثر من 100 يوم في تحقيق شيء أيضا في قطاع غزة هو هزيمة، والاستمرار 100 يوم أخرى أيضا ستكون هزيمة مضاعفة، والخروج الآن بهزيمة قليلة أفضل من الخروج من هزيمة بجلاجل أو هزيمة أكبر لاحقا. أبرز المعلقين كان الجنرال إسحاق بريك
الجنرال السابق قال بأن لو استمرينا أيضا كمان 100 يوم سيكون هناك 200 قتيل على الأقل حسب المعدل اليومي للقتلى الآن في القتال، وسيكون لدينا 200 قتيل إضافيين، وسنضطر إلى عقد صفقة وإنهاء الحرب لتحرير الرهائن، ولا نستطيع أن نحرر أي رهينة أي أسير بدون اتفاق مع المقاومة. إذن الأصوات تتعالى. هناك أمس كانت أصوات جديدة ظهرت في مظاهرة في حيفا، أحد المستوطنين الذين قتل أبواه في 7 أكتوبر في مستوطنة نتيفة عسرا في غلاف غزة يقول، ينادي وتحدث بالإنجليزية أيضا في المظاهرة، مناديا ألمانيا والولايات المتحدة بأن يتوقفوا عن إرسال الأسلحة إلى الكيان الصهيوني. قال أن نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب ولا يريد تحقيق النصر، هو يريد أن يبقى في سدة الحكم، وأنتم تمولونه وتعطونه الأسلحة بدون حساب كمن يدلل ابنه، وهذا الابن يعني غير عاقل يعني يقوم بأشياء غير معقولة بسبب هذا الدلال. يجب أن توقفوا نتنياهو، وبدل من أن ترسلوا سلاح يجب أن ترسلوا مبادرات للخروج من الأزمة. هناك قمع في إسرائيل لمن يريد وقف الحرب حسب قوله، يقول نحن منذ بداية الحرب ونحن نحاول تنظيم مظاهرة ضد الحرب ولكن يتم قمعنا. هناك قمع لحرية التعبير، والقمع ليس للفلسطينيين، والديمقراطية في خطر، ووجودنا هنا لا يتم ضمانه إلا بالاتفاق مع الفلسطينيين وبتحقيق السلام وليس من خلال المجازر والقتل. إذن هناك أصوات لتحرير الرهائن من خلال اتفاق، هناك أصوات معارضة للحرب، هناك معارضة شاملة لنتنياهو واسعة جدا تريد إنهاء أولا تصفية الأمر داخليا من خلال التخلص من نتنياهو وحكومته وإقامة حكومة منتخبة جديدة يكون لديها القدرة على اتخاذ قرارات أكثر صوابية من حكومة نتنياهو التي تربط مصيرها باستمرار الحرب. وهذا من ناحية كثير من المراقبين، كثير من المستوطنين أنفسهم، هذا ظاهرة غير صحية ويترتب عليها قرارات غير عاقلة ليست في مصلحة الكيان على المدى البعيد. دكتور نصر، هناك من يقول إن الوضع الاقتصادي الحالي ربما لا يشكل ضغطا ملحوظا مؤثرا على حكومة الاحتلال، وربما ستنكشف هذه الحقائق ربما إن استمر الاحتلال الصهيوني في حربه على قطاع غزة. ولكن دكتور، البنك المركزي الإسرائيلي أوعز لحكومة الاحتلال ضرورة اتخاذ خطوات فورية للحد من تراجع الناتج المحلي الإجمالي، طبعا في ظل الخلافات التي تضرب الحكومة. هذه التدابير هي لإنقاذ الاقتصاد دكتور؟ قطعا، يعني البنك المركزي له سياسي معني باستقرار الأسعار، معني بالمحاربة التضخم، معني بالفائدين، وبالتالي هو رأى بأن التغييرات اللي طرأت على موازنة 2024 أنه زاد الإنفاق الحكومي، أنه هذا بيزيد الدين العام في داخل الكيان الصهيوني، وزاد حتى الآن بحوالي 4% من الناتج المحلي. يعني اقترضت إسرائيل 20 مليار دولار في 3 شهور، ومتوقع تقترض كمان 20 مليار دولار، وبالتالي هذا بيعني أنه سيكون هناك ضغط كبير من مؤسسات التصنيف العالمية على تصنيف إسرائيل، وهذا ما أعلنته ما يسمى بالموديز، يعني وكالة تصنيف ائتماني عالمي، بأنها اليومين أظن في خلال 2 3 أيام بتقوم بمراجعة التقييم للتصنيف الائتماني لإسرائيل وتخفيضه، وبالتالي حذرت من ذلك لأنه تعتقد أنه في مخاطر جيوسياسية عالية في حالة لا يقين، حالة لا استقرار، وبالتالي إذا خفض التصنيف الائتماني هذا بيزيد من سعر الفائدة، كلفة الاقتراض لدى الحكومة الإسرائيلية، كلفة تشغيل الاقتصاد. هذا ما يخشى البنك المركزي الإسرائيلي، وهو غير راضي عن التدابير اللي اخذتها الحكومة الإسرائيلية بالموازنة الأخيرة، انه سياسة مالية فيها كثير من الإفراط في الإنفاق. هذا بيؤدي إلى انه الجهود اللي بذلها البنك المركزي الإسرائيلي بمكافحة التضخم انه ما تنجح، ولهذا السبب متوقع في المستقبل كمان انه يعني تزيد هذه الضغوط. بس بدنا نتذكر بانه طالما تم إقرار موازنة 2024 بحوالي عجز 6% من الناتج المحلي، يعني عجز 35 مليار دولار غير مسبوق في تاريخ الكيان الإسرائيلي، هذا بيعني بأنه يعني كل التدابير المالية هي تم أخذها بعين الاعتبار وكلفة الحرب، وبالتالي لديهم الآن إمكانية تمول هذا العدوان
حتى نهاية هذا العام. السؤال بصير العجز هذا من من سأتوا به؟ سأتوا به إما مساعدات أمريكية أو كيانات صهيونية بالعالم، أو يأتوا به من الاقتراب كما فعلوا بالسابق. ولذلك هذا السؤال، لكن وضعت الموازنة، والآن هم على الأقل حتى نهاية عام 2024 ماخذين كل الاحتياطات والتدابير اللي يعني على الأقل بتخلي اقتصادهم يشتغل بالحد الأدنى، وبتعوض المتضررين من هذه الحرب والعدوان. ولا أعتقد أن الاقتصاد الإسرائيلي الآن عنده إمكانية يستمر، وعنده إمكانية الحكومة الإسرائيلية تحافظ على حد أدنى من يعني عمله ونشاطه. لكن في المستقبل يعني لا أحد يعلم كيف ستتطور العدوان، وكيف توسع العدوان والساحات الأخرى، وكيف بيجري ما يجري في البحر الأحمر. ولذلك في سيناريوهات كثيرة اليوم لهذا السبب. بتشوف حضرتك أنت في مبادرات دولية، في ضغوط دولية على الكيان. هلا في عندك ثلاث عوامل مهمة لازم نراقبها مش هيوقف العدوان: الضغط في الشارع الإسرائيلي نتيجة الخسائر البشرية للجنود الإسرائيليين وعدم تحقيق أهدافهم في غزة نتيجة المقاومة الصلبة، ثاني الضغط الدولي، والثالث الضغط الاقتصادي. حتى الآن هدول الثلاثة ما انتقلوا للدائرة الحمراء مشان نشعر بأنه الكيان الصهيوني قرب وقف إطلاق النار. ربما خلال الأيام القادمة يزيد الضغط، وبالتالي سواء الضغط الاقتصادي او البشري او الدولي، وبالتالي بنكون عندها اقرب الى وقف اطلاق النار وقف العدوان على غزه. استاذ احمد، وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت حاول اقتحام مكتب نتنياهو، بحسب شهود عيان كاد الامر ان يتحول الى يعني اشتباك بالايدي، ولكن هل يمكن لحكومه بهذا الحد من الخلافات ان تدير ازمه بحجم قطاع غزه والعدوان على الاراضي الفلسطينيه سواء كان في غزه او في الضفه الغربيه؟ يعني بس انا دعني ادقق في المصطلح، هي هم لا يديروا ازمه، هم اعلنوا لاول مره منذ عام 1973 لاول مره تعلن اسرائيل حاله الحرب، بمعنى نحن نتحدث عن اداره حرب. وحتى الاسرائيليين انفسهم يتحدثوا انه اليوم لاول مره في تاريخ اسرائيل تحدث هذه الخلافات بهذا العمق وهذا المستوى في زمن الحرب. ولذلك يعني الحديث بعض الوزراء وعلى راسهم جالانت بان 2005 2024 هو عام الحرب، باعتقادي لا ينسجم تماما مع حالة القيادة في مجلس الحرب وإدارة هذه المعضلة الكبيرة في ظل حالة الخلافات الكبيرة التي أصلا تأخذ يعني بعد أكبر. اليوم الحديث عن وجود يعني لا نتحدث عن خلافات، نتحدث عن اصطفافات، واصطفافات كبيرة داخل مجلس الحرب. يعني بدأت تتشكل داخل مجلس الحرب قناعات يعني بين وزراء كبار يعني على رأس جالانت تحديدا و جنات إيزنكوت، والحديث انه لابد ان يكون بان نتنياهو يتهرب من مساله المناقشه اليوم التالي. وبالتالي من الواضح انه نتنياهو يغرد لوحده في مجلس الحرب. نتنياهو شخصيا رئيس الوزراء لا يتحدث، يعني لا يوجد اي حوار بينه وبين وزير حربه يوآف جالانت. وبالتالي باي طريقه يمكن ان تدير اسرائيل الحرب بهذه الخلافات العميقه والكبيره والتي تاخذ يعني اتساع كبير؟ وقبل قليل كان هناك يعني مؤشر نشره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، نتائج استطلاع تقول أن هناك يعني 69% من الإسرائيليين يطالبون بوقف تمويل الائتلاف اليميني الحكومة. وباعتقادي هذه يعني يأتي نتيجة شعور الجمهور الصهيوني بحجم الخلافات وحجم المأزق الكبير في طريقة إدارة الحرب. لذلك احنا نشاهد حالة انزياح في توجهات المجتمع الصهيوني باتجاه ضروره ابرام صفقه شامله مع المقاومه الفلسطينيه من اجل يعني انقاذ اسرائيل من حاله المأزق الكبير. يعني دعني اقول بوضوح، اليوم اسرائيل في مأزق استراتيجي حقيقه. يعني لم يتم القضاء على حركه حماس، لم يتم تحرير الاسرى بالضبط. اليوم تواجه اسرائيل خطر من ثلاثه جهات او اربع جهات: غزه، الضفه المحتله، الجبهه الشماليه، والحوثيين. اليوم اسرائيل تجلس على كرسي الاتهام العالمي في لاهاي، الحوثيون يفرضون حصار بحري على اسرائيل، اليوم الجبهه الشماليه على اعتاب حرب. وبالتالي واضح انه حتى الجمهور الاسرائيلي بدا يشعر ان هناك مأزق كبير تمر به، وبدا ايضا مقتنعا تماما بان الشخص الذي يقف بين المأزق وبين بوابه الخروج هو نتنياهو شخصيا. وايضا يتشارك هذا الراي النخبه الاسرائيليه التي اصبحت تقول انه اذا كان هناك توجه لاطاله امد الحرب فهو سيكون لأسباب سياسية وليس لأي اعتبارات أمنية تتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي. لذلك اليوم، وهذا يجعلني أقول أن المظاهرات التي تشهدها إسرائيل في الوقت الحالي وفي تل أبيب تحديدا، والتي كانت أمام منزل رئيس الوزراء، باعتقادي أنه في الأيام والساعات المقبلة ستزداد حدتها وسيزداد انتشارها،
لأن اليوم في واضح الجمهور الصهيوني يعني بدأ يعقد مقارنات بين الإنجاز والزمن فيما يتعلق بمسار الحرب مع المقاومة ومع شعبنا الفلسطيني. أستاذ صلاح، تعتقد أن حكومة نتنياهو قادرة على إقناع الحلفاء لتقديم المزيد من الدعم بعد 108 أيام لم تحقق فيه أي من أهدافها المعلنة كما تفضل به الأستاذ أحمد الكومي؟ هو الأهداف المعلنة كانت القضاء على حماس أو تحرير المحتجزين؟ من الواضح أن نتنياهو يذهب إلى أزمة مع الحلفاء كما الأزمة داخل الكيان، يعني بات واضحا للجميع وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية بأن نتنياهو لن يقودهم إلى أي مكان، يعني أخذ فرصته مضاعفة للقضاء على حركة حماس لتحقيق النصر لتحرير الأسرى بدون اتفاق مع حركة حماس، ولم يحقق ذلك. الأصوات التي تتعالى من الداخل، الظروف الصعبة التي يعيشها الكيان، احتمالية توسع الجبهات، حجم الإجرام والمحكمة الدولية في لاهاي، كل العوامل تقول بأن نتنياهو لن يقود الولايات المتحدة، لن يقود حلفائه، ولن يقود إسرائيل إلى أي مكان يريدونه، وأنه فقط يكسب الوقت له للبقاء في سدة الحكم، وأن ارتباطاته فقط بتحالفه اليميني المتطرف داخل الحكومة. رفضه لأي سيناريو يعني يمكن أن يقبله المجتمع الدولي، يمكن أن يقبله حلفاؤه فضلا عن الفلسطينيين ومن يدعمهم في العالم، سيقود الجميع إلى هذه النتيجة، أنه إذا لم يتم التخلص من نتنياهو فسيخسرون جميعا. تعرف بأن الولايات المتحدة بالنسبة لها وعلى رأسها بايدن، بالنسبة لها الكيان الصهيوني هو أفضل مشروع استثماري في المنطقة، يعني قالها بلسانه بايدن سابقا وهو مصر، والولايات المتحدة كإدارة وكدولة مصرون على أن إسرائيل هي جزء من الأمن القومي الأمريكي وحمايته وضمان وجوده وبقاء واستمراره وبقاء علاقات إسرائيل مع المنطقة وعلاقات الولايات المتحدة مع حلفائها في المنطقة المستعدون للتطبيع مع الولايات مع الكيان الصهيوني، هي أمن قومي بالنسبة للولايات المتحدة، وكل ذلك يتناقض الآن مع شخص واحد هو نتنياهو. يطرحون كل المشاريع، كل المبادرات للخروج من الأزمة بشكل يليق، يعني أو بشكل مقبول، بشكل يحفظ ماء الوجه للكيان، يضمن تطبيع مع المحيط، ولكن الكل يصطدم بالحجر العثرة وهي اليمين الصهيوني المتطرف الذي يدعم نتنياهو للبقاء في السلطة، ضاربا بعرض الحائط قيم الديمقراطية التي تتحدث عنها الولايات المتحدة، بل والتي يتحدث عنها الجمهور الصهيوني نفسه، الدولة بن غوريون التي أقيمت، العلاقات مع الفلسطينيين، علاقات مع المجتمع الدولي، مع العرب، وبالتالي الكل يبدا يعني يهضم الفكرة بأن نتنياهو واليمين الصهيوني لن يقودوهم إلى أي يعني إنجاز لصالح مشاريعهم، لصالح مصالحهم. لذلك الحديث عن مبادرات تطرح، ما تم الحديث عنه في الصحافة الغربية منذ الأمس عن مبادرة أمريكية مصرية قطرية للخروج من الأزمة باتفاق مرحلي، هي تعبير عن اليأس من نتنياهو. تصريحات بايدن، الأخبار التي تم تناقلها في الإعلام الصهيوني عن أن بايدن أغلق الهاتف في وجه نتنياهو عندما تحدث معه عن دولة فلسطينية ولم يستجب، وكانت هناك قطيعة لمدة 15 يوما. نعم نعم، كانت هناك قطيعة بين بنيامين نتنياهو وجو بايدن استمرت ل 15 يوما. دكتور أستاذ دكتور نصر، لو ندخل بعمق في الوضع الاقتصادي، قطاعات التقنية، الزراعة، البناء، السياحة شهدت تراجعا كبيرا. هذا التراجع يؤثر على الاقتصاد الكلي وبالتالي يؤثر على تنفيذ خطط الموازنة دكتور؟ طبعا، أنه معدل النمو اللي كان متوقع في عام 2023
كان متوقع ينمو الناتج المحلي الإسرائيلي 3% ولكنه تراجع إلى 1.5% وبالتالي خسر 1.5% من نموه. عام 2024 التقديرات تقول بأنه سيخسر يعني كمان 4% في الوقت اللي كان فيه نمو 3.5%، وبالتالي المجموع اللي خسر الاقتصاد الإسرائيلي هو 10%، والتقديرات تقول أنه سيخسر هذا الكم لأنه 50 مليار دولار تقريبا. وبالتالي القطاعات هذه مكونات الاقتصاد الكلي، وبالتالي عندما تراجع السياحة والزراعة والتقنيات والصناعة هو في النهاية بيعني بكل بساطة ناتج محلي أقل، بيعني إنتاج أقل، بيعني دخل للعمال أقل، بيعني تصدير أقل، بيعني ضرائب للخزينة الحكومة أقل. ولهذا السبب يعني اليوم إسرائيل بتعاني مش بس من حالة اللاستقرار والتراجع في النمو كمان، ولا عجز ميزانية الحكومة، بتعاني من نقص في الأيدي العاملة. نتذكر بس أنه أخذوا من سوق العمل حوالي 295 ألف فرد شخص للاحتياط، كان بالاحتياطي للجيش، الحقوق بالجيش. هذا يعني بكل بساطة أنه الأيدي العاملة في سوق العمل الإسرائيلي اللي كانت أصلاً ماهرة ومتدربة ما عادش موجودة، إضافة لأنه العمال الفلسطيني 200 ألف عامل غادروا العمل بداخل الكيان الإسرائيلي، إضافة لعمال أجانب. لذلك إسرائيل هم بتعاني من عمال، مش بس بتعاني من حالة الاستقرار ونزوح الاستثمارات. يعني قطاع التقنيات التكنولوجيا المتقدمة اصلا نزف قبل العدوان بحوالي 60 مليار دولار الاستثمارات فيه ورحلت عن الكيان. السبب كان بسبب الصراع على ما يسمى ملف اصلاح القضاء اذا متذكر، وكان اضرابات وحاله لا استقرار طول عام 2023. فالاقتصاد الاسرائيلي اصلا ما كانش له افق مباشر ومتفائل. نعم. مع وجود نتنياهو. طيب دكتور، كثير انه كان يقود صراع مع المعارضه بسبب ملف القضاء. نعم دكتور. أستاذ أحمد، يعني لو تطرقنا إلى تصريح وزير خارجية إيطاليا حيث يقول إن بلاده أوقفت إرسال الأسلحة لجيش الاحتلال، سنتوقف عند هذه النقطة معكم، ولكن ضيوفنا الكرام مشاهدينا سنذهب إلى فاصل قصير ولنا عودة بإذن الله. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ضيوفنا مستمرون معكم في هذه التغطية الخاصة عن تطورات المشهد في الأراضي الفلسطينية. توقفت مع الأستاذ أحمد الكومي. أستاذ أحمد، وزير خارجية إيطاليا أكد يوم أمس أن بلاده أوقفت إرسال الأسلحة لجيش الاحتلال. هذا التصريح إذا وضعناه إلى جانب تصريح وزيرة الخارجية الفنلندية، هل يحرج أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا؟ أستاذ أحمد، طيب ولا يعني انقطع الاتصال. أعود إلى الأستاذ صلاح الدين. أيضا إذا تحدثنا عن المواقف أستاذ صلاح الدين، موقف آخر من بلجيكا قررت فيه الانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها المرفوعة ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية، يعني تعتقد أن إسرائيل باتت عبئا على حلفائها أستاذ صلاح الدين؟ نعم، في الحقيقة الكيان كل يوم يخسر من حلفائه وتتكشف عورته، ومع وجود الحكومة اليمينية الحكومة المتطرفة لم يعد قادرا على ستر هذه العورة. نعم، لقد نجح اليسار على مر العقود الماضية في خلق صورة لدى العالم بأن الكيان الصهيوني هو الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، وأنها ممثل الحضارة الغربية وما إلى ذلك، وأنها واحة حقوق الإنسان. لكن في ظل الحكومة اليمينية وقبل 7 أكتوبر في الحقيقة، ومع وجود الاحتجاجات ضد الانقلاب القضائي وضد تقليص صلاحيات القضاء، وهو سبب القطيعة بين نتنياهو وبايدن قبل أن تأتي هذه الحرب، ف
فمعروف بأنه بعد أن فاز نتنياهو في الانتخابات الأخيرة مضت أشهر طويلة لم يتكلم معه بايدن ولم يهاتفه، على خلاف التقاليد عندما يفوز أي رئيس حكومة في الانتخابات من قبل رئيس الولايات المتحدة. وكان السبب هو الانقلاب على المنظومة القضائية والقانونية، الانقلاب على الديمقراطية عملياً من منظور غربي. والآن تتجلى هذه المسألة في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين وبقوانين الطوارئ وبحجم الإجرام غير المسبوق عملياً. يعني هذا الإجرام الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، هذا العدد من الشهداء وحجم الدمار، حجم الأسلحة، حجم القذائف، عملياً يعني يراه الأعمى ويسمعه الأصم. فمن الطبيعي جداً أن تسمعه أذان أيضاً دول غربية لطالما دعمت ووقفت إلى جانب هذا الكيان في جرائمه ضد الفلسطينيين تحت حجة أنه ديمقراطية وأنه يدافع عن نفسه. إذا كانت الولايات المتحدة على إجرامها وهي صاحبة تاريخ الإجرام وهي من ألقت القنبلة النووية على ناجازاكي وهيروشيما، نعم، وهي من حبست مواطنيها لأنهم من أصل ياباني بالعشرات الآلاف، نعم، وأطفالا ونساء، وهي من دمرت فيتنام، وهي صحيح، من دمرت العراق وأفغانستان، نعم، الولايات المتحدة التي ترتكب كل هذه الجرائم لم تحتمل جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة، وألحت في الطلب لديه لوقف الجرائم، للتخفيف منها، لتغيير أنواع الأسلحة، لإدخال المساعدات، لمنع التجويع. إذا كانت الولايات المتحدة على بشاعتها لم تحتمل هذا الإجرام، فمن الطبيعي أن دول أقل إجراماً منها مثل بلجيكا ستغير من موقفها، ستعبر عن رأي. هناك دول أوروبية متزايدة، في سويسرا هناك محاكمة لرئيس الدولة، هناك تصريحات، هناك موقف من الحكومة الإيطالية، من البرلمان الإيطالي، لوقف بيع الأسلحة للكيان الصهيوني. نحن عن يعني في الحقيقة في مرحلة جديدة من تعامل العالم مع الكيان الصهيوني، وهذا كله ثمرة من ثمار طوفان الأقصى. طوفان الأقصى أعاد القضية الفلسطينية العادلة إلى الطاولة، ليس مجرد قضية حرب على الإرهاب كما أراد نتنياهو، ليس مجرد صراع ساخن مثل قضية أوكرانيا. قضية الفلسطينية قضية عادلة تم تجاهلها على مر العقود، وهي الآن تعود على الطاولة حتى في نظر حلفاء الكيان الصهيوني الذين يطالبون الآن فعلا وعلى لسان الولايات المتحدة بإقامة دولة فلسطينية. أستاذ أحمد، وزير خارجية إيطاليا أكد أن بلاده أوقفت إرسال الأسلحة إلى جيش الاحتلال، تصريح يحرج الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، كيف يمكن الرد على ذلك؟ تعلق بحالة إيطاليا تحديدا، نعم، القوانين في إيطاليا هي التي تحظر على الدولة توريد إرساليات سلاح إلى أي دولة أخرى في زمن الحرب. باعتقاد الأمر متعلق بقانون لكن غير متعلق مثلا ب، يعني أقول تحول في موقف دولة غربية يعني. نعم. على العكس تماما، يعني الكتلة الغربية بعمومها، إيطاليا وغيرها من كل الدول، مشتركة في الحرب على شعبنا الفلسطيني في غزة وضد المقاومة، وهي أيضا تمنح الغطاء لحرب الإبادة الجمعية التي ترتكبها إسرائيل، وأيضا يعني صمتها وصمت العديد من المؤسسات الحقوقية التي تتلقى تمويلها من الاتحاد الأوروبي تحديدا، هي مشاركة بشكل أساسي وواضح في حرب الإبادة وحرب التجويع التي تجري في قطاع غزة. ولذلك تعني أقول أنه في حال انتصرت المقاومة الفلسطينية وانتصر شعبنا، وهذا ما سيحدث بتقدير أنه ستكون حجم الهزيمة كبيرة جدا لإسرائيل ولأمريكا وللكتلة الغربية كلها، وهذا ما يجعل ما جرى في 7 أكتوبر من بعدها يعني درس كبير، خصوصا انه يعني وهذا ما لا تريده امريكا تحديدا، يعني انها لا تريد ان تنتصر المقاومه الفلسطينيه كي لا تعطي يعني رساله لكل من يرغب في تحدي الولايات المتحده وتحدي وكلائها في المنطقه. وهذا ما يجعل مساله يعني قرار وقف الحرب يعني مساله ليست سهله،
وليست بالبساطة التي يمكن أن نتخيلها. القرار يعني هو بالنسبة لنتنياهو على سبيل المثال هو قرار انتحار سياسي، بالنسبة للولايات المتحدة هو يعطي درس للآخرين لكل من يرغب في تحدي الولايات المتحدة في المنطقة، وأيضا يعطي رسائل إلى كل الحركات التحرر الوطني في العالم العربي وغيرها بأن يعني اليوم أصغر أعداء إسرائيل استطاع أن يوجه أكبر ضربة في تاريخها، وبالتالي اليوم شعوب أمتنا العربية هذه رسالة لشعوب أمتنا العربية بأنها تمتلك كل مكان من القوة من أجل مواجهة هذا يعني هذه العقلية الغربية التي تقوم على الهيمنة والسيطرة وفرض إرادتها على الجميع، وهذا هو أهم انتصار بالنسبة لشعبنا الفلسطيني في المعركة الحالية. أستاذ صلاح الدين، بالحديث عن الداعم الأكبر أقصد بها هنا الولايات المتحدة، الرئيس بايدن هاتف نتنياهو بعد قطيعة استمرت 15 يوما، وذكرتهم أستاذ صلاح الدين أن بايدن أغلق الهاتف بوجه بنيامين نتنياهو. يقول مراقبون هذا التحول ربما يصب في صالح المقاومة. هناك مؤشرات في هذا الاتجاه، يعني ما يتم تداوله في الإعلام العبري وغير العبري عن مبادرة للخروج من الحرب لإنهاء الحرب، ورغم نفي نتنياهو هناك الأخبار في داخل الكيان تتحدث عن أن المبادرة التي تطرحها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب يتم نقاشها في داخل كابينيت الاحتلال. لذلك أعتقد أن هذا تليين الموقف من طرف نتنياهو وقبوله بمبدأ إنهاء الحرب أو قبوله مبدئيا بنقاش المبادرة الأمريكية ربما هو السبب لذلك، وقد لا يكون يعني، لكن هناك جهود يعني تبذلها الولايات المتحدة وحلفاء لها في المنطقة أيضا من أجل إنهاء هذه الحرب تستدعي ذلك، وأعتقد أن لا خيار أمام بايدن ولا نتنياهو إلا أن يتحدثا في النهاية للوصول إلى مخرج، للوصول إلى اتفاق. هناك مؤشرات على الأرض أيضا في الكيان، يعني اليوم نشر عدد من الجنود والضباط الاحتياط المسرحين من قطاع غزة علقوا لافتات على الآليات العسكرية تحت اسم ماتي براشيت أو هيئة براشيت، وهي هيئة معارضة للانسحاب وإنهاء الحرب، وهي مؤشر على أن هناك نوايا أو يشعر الجنود من هذه الهيئة المتطرفة، وهي هيئة يمينية متطرفة تطالب بإحراق غزة بالكامل وتحت مسمى حسم المعركة مع المقاومة، وهي تسمي قطاع غزة بالنازيين، يعني بقول وقف الحرب دون حسمها مع هؤلاء النازيين هذا يعني هزيمة. فرفع هذه اللافتات واستخدام حرف اللام من حزب الليكود حزب نتنياهو مؤشر على احتجاجهم على نتنياهو شخصيا، يعني هناك شعور لدى اليمين المتطرف لدى المتطرفين في المجتمع الصهيوني بأن نتنياهو بدأ يتراجع ويبدي يعني علامات أو إشارات بأنه مستعد للتراجع والانسحاب وإنهاء هذه الحرب، وربما هذا يفسر أو يتطابق مع المكالمة التي يتحدث فيها بايدن والتصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة من أن هناك تليين في المواقف، وكذلك الخارجية المصرية التي تحدثت لصحيفة العرب الجديد بأن هناك تليين في المواقف وأنه لا بد من الوصول لاتفاق لإنهاء الحرب. دكتور نصر، بحسب صحيفة يدعوت أحرونوت فإن تكلفة الحرب تجاوزت 60 مليار دولار، أنتم قلتم أنها يعني تجاوزت 70 مليار دولار، ولكن السؤال هنا الذي يفرض نفسه، كيف ستغطي حكومة الاحتلال هذه الكلفة في حالة استمرت الحرب؟ يعني واضح تماما أنه الحكومة الإسرائيلية لما عندها عجز اليوم بحوالي 35 مليار دولار في موازنة، هذا الذي ستغطيه، لأنه التكلفة الأخرى تم تغطيتها بعام 2023 وانتهت، وتم تغطيتها مساعدات أمريكية حوالي 14 مليار دولار،
واقترضت الحكومة الإسرائيلية كمان حوالي 15 مليار دولار، وبالتالي تم تغطيتها. اليوم تبدأ تبحث عن تمويل لتغطية العجز في الموازنة 2024، واللي زي ما قلت لحضرتك حوالي 35 مليار دولار. هذا متوقع، إما أن تذهب إلى أسواق المال وتقترض، أو الجهاز المصرفي العالمي أو المحلي، وعندها بتزيد من ديونها، أو تقوم بتلقي مساعدات. وأظن الولايات المتحدة الأمريكية قد تقوم بزيادة حجم المساعدات لإسرائيل. وإضافة إلى ذلك، هناك جهود تبذل على صعيد الولايات المتحدة وأوروبا من كيانات يهودية غنية ثرية، ومن هيئات محلية وبلدية متأثرة بالكيان الصهيوني وروايته، تشتري سندات بسموها سندات الازدهار وسندات دعم المعارك في غزة والعدوان. وحتى الآن جمعوا حوالي مليار ونص دولار، هذه هيئات محلية ومستثمرين ورجال أعمال. وبالتالي يعني قنوات الدعم الكيان الإسرائيلي ربما أفضل بكثير من الدعم للفلسطينيين اللي بيعانوا. ولهذا السبب أعتقد اليوم إنه الكيان الصهيوني عام 2024 سيضطر للاقتراض ولو حوالي نصف هذا المبلغ. نعم. مما يعني بأنه الديون العامة وخدمة الدين العام في إسرائيل ستزداد يعني لا شك يعني. طيب أستاذ أحمد، يعني كما تتابعون الأخبار، اليوم اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل دراسة خطة جديدة للسلام في فلسطين. ولكن يعني بحسب اعتقادك، من الرابح الأكبر من مخرجات هذا الاجتماع؟ يعني باعتقاد أنه يعني المسألة قبل حتى مسألة الرابح من الخاسر من هذه الخطة، يعني موقف الاتحاد الأوروبي بشكل عام واضح، هو يعني متمسك بمبدأ حل الدولتين، لكن بتقدير أنه لن يكتب لهم نجاح هذا المقترح أو المخطط أو القرار الدولي بالأحرى. يعني لسبب بسيط، أنه مصطلح يعني حل الدولتين هو عمليا مصطلح محرم سياسيا في إسرائيل. منذ عام 2005 لم يجرؤ أي سياسي إسرائيلي بعد الانسحاب من قطاع غزة، لم يجرؤ أي سياسي إسرائيلي في إسرائيل أن يذكر هذا الاسم أو يتداوله في خطاباته أو في خطاب السياسي، لأنه لا يوجد أي سياسي يعني يمكن أن يتحمل مسؤولية خسارته أو يريد أن يخسر في أي انتخابات مقبلة. هذا المبدأ يتعارض مع توجه المجتمع الصهيوني الذي يقوم على عقيدة وفكرة إنهاء شعبنا الفلسطيني، وأنه لا يؤمن بوجود شعب فلسطيني، وبالتالي هو يعني يؤمن بقيام دولة يهودية واحدة لشعب واحد. هذا أولا. الأمر الآخر، نعم، يعني كان من الواضح أنه بايدن يريد توريط نتنياهو في هذا المقترح، لأنه يعلم أن الجمهور اليميني يرفض هذا الاقتراح، ائتلاف شركاء نتنياهو في الائتلاف هم يرفضون هذا الجسم، وبالتالي من الواضح أنه لهذا المخطط لن يكتب له نجاح. يعني أنا دعني أقول لك، يعني أنا كمواطن فلسطيني وأنا ابن قطاع غزة، نعم، يعني نظرتنا كشعب فلسطيني أنه الدولة الفلسطينية لن تقوم إلا على إنقاذ دولة إسرائيل. هذا يعني نعم. لن نحصل على أي شيء من هذا المجتمع الصهيوني الذي تغذيه العنصرية والتطرف. يعني أين يمكن أن تقام الدولة الفلسطينية؟ هذا اليمين، هذه الحكومة هي الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، لم تترك أي إمكانية أو فرصة لقيام دولة فلسطينية. نتحدث عن وجود 600 ألف مستوطن في الضفة المحتلة ومئات المستوطنات واحتلال واضح يعني للضفة المحتلة، فما هي الجغرافيا التي يمكن أن تستوعب مقترح أو مخطط الذي يريد وزراء الاتحاد الأوروبي مناقشته؟ باعتقادي أنه هذه الخطوة، هذا الاجتماع من الاتحاد الأوروبي، هو لإعفاء المسؤولية من أدوارهم السياسية المنوطة بهم تجاه الصراع العربي الإسرائيلي. لكن دعني أقول لك أنه معركة طوفان الأقصى لم تأتي ارتداداتها بعد، بتقديري أنه هذه الارتدادات لن تكون يعني نطاقها على مستوى الشرق الأوسط، بل ستبتد إلى تفكيك هذا الفكر الغربي. طيب. القائم على السيطرة والهيمنة. أستاذ صلاح الدين، الملاحظ أنه مع كل أزمة تضرب المنطقة يبرز الحديث عن حل الدولتين، وبالتالي يخفت بعد انتهاء هذه الأزمات، ولكن هل تعتقد أن في الوقت الراهن هناك توجه حقيقي لإقامة دولة للفلسطينيين؟ أعتقد أن موضوع الدولة للفلسطينيين يفرض نفسه، لكن كما أشار الأستاذ أحمد، يعني هذه المنطقة، هذه القضية ليست من السهل في ظل طبيعة الكيان الحالي. يعني إذا استقرأنا فقط موقف الكيان الصهيوني وأحزابه والتطورات السياسية التي حلت به منذ اتفاق أوسلو حتى الآن،
نصل إلى نتيجة إلى أنه لا يمكن من الناحية السياسية في داخل هذا الكيان أن تنشأ هناك حكومة تقبل بإعطاء الفلسطينيين دولة، أيا كانت هذه الدولة، حتى لو دولة نصف دولة أو دولة بدون سيادة أو دولة بدون جيش أو دولة نظرية حتى في العالم الافتراضي كما قبل محمود عباس. لا يمكن، يعني الوعي السياسي لدى الكيان الصهيوني لم يعد يسمح بوجود شيء اسمه دولة فلسطينية من ناحية. من ناحية ثانية، على الأرض، على أرض الواقع، خصوصا الضفة الغربية وحجم الاستيطان الموجود فيها، لا يمكن الحديث عن دولة فلسطينية بمعنى الكلمة. يعني كل ما يتم الحديث عنه هو مجرد إطالة للوضع الراهن، وهو الذي كان يتم قبل 7 أكتوبر وقبل طوفان الأقصى، وهو أن يعيش الفلسطينيون في حالة افتراضية من وجود دولة، وهو ما كانت تسميه السلطة الفلسطينية دولة. نعم. بدون اتفاق الكيان الصهيوني هذا الممكن، أما دولة حقيقية على الواقع. نعم أستاذ صلاح الدين، أنا آسف للمقاطعة. نعم، باختصار لو دولة سمحتم. نعم، أنا آسف جدا، ولكن أدركنا الوقت. في ختام هذه التغطية نتوجه بالشكر الجزيل، حيث كان معنا عبر سكايب من اسطنبول المتخصص في الشأن الفلسطيني صلاح الدين العواودة، وأيضا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني أحمد الكومي، وعبر سكايب من القدس أستاذ الاقتصاد في الجامعة العربية الأمريكية الدكتور نصر عبد الكريم. شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكرام، والشكر موصول إلى مشاهدينا. إلى اللقاء.